شكراً لسعادة حميد مطر الطاير لتقديمهم تكنولوجيا المساعدة مثل بريل نوت تاتش اللي بيساعدني في رحلتي في كلية التربية لكتابة التقارير، والماك بوك برو لمساعدتي في البحث في الانترنت، والعصا البيضاء للتنقل بأمان. شكراً. يلا. السلام عليكم، أحب أتوجه بجزيل الشكر إلى حميد مطر الطاير على دعم فئة أصحاب الهمم في جامعة زايد، وأحب أكرر شكري لحميد الطاير على توفيره الأجهزة المساعدة التي تساعد الطلبة في مسيرتهم التعليمية وتحقيق أعلى الأهداف في تعليمهم ومسيرتهم المهنية. شكرا حميد الطاير. Thank you, Humaid Matar AlTayer, for giving me the MacBook Pro, which will make my study journey really smooth. And coming from an IT major, it will help me keep up with my study requirements. And thank you so much for your kindness. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا حميد مطر الطاير على اللابتوب الجميل اللي أعطيتنا إياه. طبعا راح يساعدنا في كل شيء صراحة، بستفيد منه في الارت وفي شغلي بعد. مشكور جداً.